مثلت محافظة تعز واحدة من المحطات التي انطلق منها العمل النضالي إبان ثورة 14 من أكتوبر عام 1963. واليوم مع مرور الذكرى 56 للثورة، ها هي تعز كعادتها تحيي هذه المناسبة بحفل فني وخطابي وبحضور رسمي للسلطة المحلية. هذه الاحتفالية بذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر هو امتداد للمحافظة على هذا الإرث، الدماء التي أو التضحيات الكبيرة التي قدمتها تعز لثورة 14 أكتوبر حتمت علينا أن نحتفي بها، أن نقف من أجلها، أن نحتفي اليوم ونقدم هذه اللوحة الجميلة وهذا المهرجان الكبير والاحتفالية التي تكاد أن تكون الوحيدة على مستوى الجمهورية احتفاء بهذه الثورة الخالدة، هو وفاء لها لشهدائها، لذلك الامتزاج ما بين الدماء وما بين التضحيات. لم تكن ثورة 14 من أكتوبر محض صدفة أو وليدة لعوامل مؤقتة، بل هي حصاد سنوات من النضال المتواصل على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية لمقاومة مشاريع الاستعمار البريطاني الذي حكم جنوب اليمن لأكثر من قرن، وكان لتعز نصيب من تلك الأدوار الوطنية التي رافقت ثورة أكتوبر. هذه الثورة لم تكن صدفة، بل كانت خلاصة لتضحيات وعمل شاق ونضال طويل من النضال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعلى كل الأصعدة. هذه الثورة انطلقت من جبال ردفان وانطلقت بقوة وزلزال مدمر أكبر المستعمر البريطاني على الرحيل. شكلت محافظة تعز خلفية أساسية لانطلاق الثوار وكذلك الإعداد والتنظيم لهذه الثورة. كان إخواننا الجنوبيين مطاردون في المحافظة الجنوبية، كان الاستعمار يكبلهم، كان يطاردهم، كان يلاحقهم، كان ينتهك حقوقهم، فبالتالي أخذوا من تعز محطة أساسية للإعداد والانطلاق لتصميم هذه الثورة وإخراجها بشكل عارم بشكل مزلزل. أكدت ثورتا سبتمبر وأكتوبر على تربط الشعب اليمني ووحدية نضالات اليمنيين عبر التاريخ، وهي حقائق ثابتة لا يمكن التشكيك بها مهما تبدلت أدوات الاستعمار واختلفت أساليبه في الماضي وحتى الحاضر. بهذه الاحتفائية تحيي تعز الذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر، وهي رسالة تؤكد من خلالها الاستمرار في النضال الرافض لأي أدوات خارجية تسعى إلى استعمار اليمنيين وإذلالهم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.